الحال حمى الديربي تجاوزت كل شيء لتمسي حديث كل المجالس. وعلي شراي طلعنا كيف يتابع الكفيف كرة القدم وكيف يتفاعل مع اللعبة، نتابع. وليد مرحبا، كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. الديربي كيف تشوفه؟ بإذن الله. شوف، هو صعب على الاتحاد، الأهلي أفضل عناصريا، أفضل في كل شيء، مركزه كمان أفضل من الاتحاد، لكن إن شاء الله الاتحاد راح يسويها. إيش اللي حاصل في الاتحاد؟ والله الأجانب مو كويسين، لعيبة الأجانب مو كويسين، جايبين لعيبة أكثرهم كمان المحليين فوق 30 سنة، يعني الاتحاد يبغى يعني فريق جديد نشيط. وليد حدثني عن إعاقتك، متى جتك وكيف؟ أنا دحين كفيف بصري. كان أول كنت أشوف عادي يعني طبيعي لين عمر 13 سنة، فقال لي النظر، سويت عملية، ما نجحت معي العملية الحمد لله وفقدت البصر. تقدر تتخيل لي واحد من أهداف عمر السومة أحسن هدف تخيلته؟ أحسن هدف أتخيله لعمر السومة المباراة الأخيرة مع النصر، يوم نزلوا من أول لمسة جول. طارق ما شاء الله، شوف الشباب كلهم عندك اليوم. والله يجوني هنا لأنه أنا أستمتع بحضورهم عندي أولاً في البيت كمكفوفين، نجتمع ونتكاتف، وثانياً أنه اشتريت سماعات خاصة استوديو حيث أنه نشغل المباراة ونقعد نسمع عليها، لأنه كما تعلم أنه إحنا كفيفين وما عندنا إلا الصوت هذا، ونعلي الصوت ونستمتع مع المعلق ومع الجماهير. في رسالة بتوجهها أو في كلمة بتوجهها أنتم ككفيفين يعني لل... نعم، أوجه رسالة لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، أتمنى يكون لنا مميزات في المقاعد وتحديدا ملعب الأمير، ملعب الملك عبد الله الرياضي اللي في جدة، المكفوف ما ينزل تحت، جميع الملاعب في المملكة العربية السعودية المكفوف مكانه الطبيعي تحت، لكن أستاذ عبد الله الملك عبد الله لا، ما ممنوع تحت. انا اتمنى من نواف المقر انه يسوون دعوه نحضر مباراه الاتحاد والاهلي المصري في مصر. موقع الاتحاد ياخذها باذن الله، الكبير يعود من مكان الكبير.